رئيس الجمهورية مرفوقا بعائلته. هذه الصور التي تأتيكم مباشرة مشاهدينا الكرام، كما تتابعون وصول رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رفقة عائلته للإدلاء بواجبه أو لأداء واجبه الانتخابي رفقة عائلته. نعم. نعم، كما تتابعون مشاهدينا الكرام في هذه الصور التي تأتيكم مباشرة، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يؤدي واجبه الانتخابي. الله يبارك فيك.